المباراة هذه ثلاث أهداف خلال دقيقة واحدة. إيه يعني كانت الحلاوة البارزة في المباراة إن دقيقة ثلاث أهداف ورا بعض ما مداوم حتى تنسمون إلا مقوبين عليهم ثلاثة. الفريق الثاني حتى مخرج الوادي يصيد أي جول فيهم، الأول ولا الثاني ولا الثالث. الفريق الثاني لاحظت أنا أول دقيقة فزعتهم على 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 على, على, على تسهيلات، انفرد محمد الكندري يبغى يقول، قلتها فريقهم جاي بقوة اليوم، بس اتوقع انه ما كان عندهم يعني امكانيات تقدر تجاري هالمستوى من اللاعبين الجيدين الموجودين في تسهيلات. لا خالد والله انت فاضي قاعد تلعب اكس او يعني عند اللقاء قاعد اسوي في الجدول انا. اي جدول؟ تفضل كيف تسوي. بس كيف ما في يعني 9-1 كانت نتيجة يعني عادلة بالنسبة للمستوى الموجود في الفريق. لانه حاجيك بطل الشطرنج الحبيب مو عادل. ترى مهذيك خالد. منو؟ هو لا خله خله. اي شيء يقوله الا هذه باركة. ممكن الكاميرا لو سمحت لو سمحت لو سمحت. وين الاكسو؟ ورني كاميرا لو سمحت. كاميرا عندكم وين؟ مطبوعه هذه طباعه. اي هذه الورقه اللي اكتبها وين الاكسو؟ طباعه خالد. صايم صايم كذب. طباعه طباعه خالد. آه اوكي. في اكسو؟ في اكسو؟ طباعه خالد. في اكسو؟ انا قاعد اكتب ملاحظات ملاحظات. مباريات ترتيب المباريات المتبقيه دور الثمانيه عشان نعرف من الرشح. انت انت كترشيح. معد برنامج؟ قاعد اتكلم كترشيح. هذا في معد قاعد يسوي، عندي اثنين معدين. لا انت معدك حتى التاريخ غلط مكتوب. لا ماشي. انا ريال انا ريال دقيق. هذا تاريخ مو مكتوب، باتر شنو التاريخ؟ رمضان باتر 9 باتر شنو؟ 9 مكتوب 8 مو معدلها انا 9 صح وانا هنا مكاتب لك 10 قاعد اريحك. قاعد اصلح لك اصلح حق معدك. صدق لما قلت له مدرس لغه عربيه فعلا مدرس لغه عربيه. قاعد انا انسان دقيق 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 حتى مخارج الفاظ تخصص الجامعه. لا تطلع مالك شنو تخصصك؟ هذه تخصص الجامعه. شنو الجامعه؟ شنو تخصصك؟ شنو تخصص جامعتك؟ ايش تبي ما تبي؟ بس بعرف والله انت لان دقتك شيء طيب والله. قاعد اطلع اداره صناعيه بس هذا يعني تشمل اداره وهندسه يعني انا قاعد له قاعد هذه. انت شنو شنو تخصصك؟ المعد طبعا خالد. شنو تخصصك؟ ما في شيء عادي. ها؟ شنو تخصصك؟ تخصص اقول لك اياه تخصص بس خليني اقول لك شغله. معديننا الله يعطيهم العافيه راضي مهران واخونا فارس المطلق قايمين بدورهم والله يعطيهم الف عافيه وجزاهم الله خير. تبي تصير انا اعطيك انا ما اتكلم عن المعدين لا انا هذا خليني اخلص يا رب. هذه هذه بالدوره اعداد الدوره انت ترى في كاميرا في اعداد الدوره خلاص اعداد الدوره الدوره اللي تروحون غلط مو معدين لا معدين مو قصرين فلا تحاول تطبع طباعة انت شلون صيامك؟ اول شيء اكس او والحين تربط عصاص ما يصير فعلا جميل جميل الحمد لله يعني هذا لا اضح فيها ناخذ اجرين اجر صيام واجر هذا فيس تو فيس لا تقول لي هذا لا تقول لي هذا تصدير تصدير لا لا اوكي هذا لا ما تحبها لا يقلصك يا ابو خالد والله مليون تصيد لي كابتن ثامر عناد حقهم في كلمه سر بينك وبين لاعبينك نادي الصليبيخات نفسهم الجروب لا والله وما ما في كلمة سر اهم شيء اللاعب المحلي ولا اجنبي ولا محترف اهم شيء عنده الراحه النفسيه انك انت حاب انك تلعب حاب إن حاب تلعب عشان النادي وعشان نفسك وعشان المدرب اللي تحبه فهي نقطه تفرق عن مدربين كبار او مدربين وايد بالكويت يعني خاصه اذا اجنبي ولا وطني اذا انا احب المدرب انا مرات استذبح عشان المدرب ما همني النادي او ما همني يمكن حتى الشعار هذا كلام يعني ماخذ خيره ولكن في يمكن اغلب اللاعبين اللي كانوا عندي صعدنا فيهم مرتين يمكن بنفس اللاعبين كانوا يجون النادي والتمرين ويقدمون مستوى بس ان كانت علاقتي وياهم علاقه اخويه انا علاقتي مع الفريق يمكن حتى برا النادي يكونون عندي بالديوانيه وانا ازورهم بالديوانيه او انا اروح لهم وبيننا له حتى مشاكلهم اللي برا عندي عادل. تعليق صغير قبل لا ندش على انت دكتور هذا مهمه تعطنا فرصه على ما يصير تاكلنا مكشونه اي فريق شجع برشلونه ضد ريال مدريد صح ما يلعب اي لاعب ما يلعب لا لا انا عندي تعليق بس عندي تعليق على ثامر يجي البس برشلونه تشجع لا انا ريال ريالي البس ريال ريال اساسي لانه ريال بس بالاخر تعجبني حبيبي هذا هذا انت تعرف الوحيد شنو معنى الكلمه اللي قلتها مو قدامه انت تعرف شنو معنى الكلمه اللي قلتها ريال ريالي ريال صح وبرشلونه زلم بس موضوع ثاني ما راضي زلم زين 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 ها انا مو ريال مدريد ولا برشلونه لعلمك يعني احترم برشلونه الله يكرمك بس انا ما طبك والكسار انت تشجع الفريق اللي يفوز صاحبنا هذا انت الفريق اللي يفوز شكلك منو هذا هبه برشلونه 2007 يدري من متشجعهم يدري يوم رحت من تصويري من تصويري بالملعب كان بنو انا مصور بقول حق الرجال كلمه بقول له كلمه اشجع برشلونه من ايام مارادونا 83 وين كنت مارادونا 83 ترى 76 وريدي ادري ادري 83 83 وش تشجع
مارادونا حبيبي انت تعال شوف الفيديو شنو فيها تعرف شنو مارادونا لا سويلي وصل كلمتك كابتن كلمتي الوحيد اللي بالكويت اللي لاعب مهاري وفنان وصار مدرب ثامر عنا الله يعزك ويخليك صح كلمه قالوا انا مؤيد لان كل المدربين الوطنيين مع احترامي لهم لا مو بس تكتيكيين يعني اكثرهم يعني اللي مهاجم او تلقاه مدافع او كان يلعب وينك بس الوحيد اللي كان لاعب في نص الملعب متمركز مهاري مدرب صار هو الوحيد وبلين فرحان يعتبر بعدين شنو كان سند فرحان كان يعتبر منو سند 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 فرحان كان مدربنا بناشين اي نعم بثامر عرفته اي شو ما عرفته احنا نتكلم على لاعب انت ابو عذبي بلاي ميكر نفس ما قال بس عشان بتغيرات الملعب فريقه كان اللاعب الابرز بفريقه ادري ومسك فريقه كان يعتبر سمير يمكن احنا قاعد ندير له قالها جمال مبارك كل حب التقدير يقول زيدان ملاعب خالد الفضلي يقول حضري محارس الهوا معك برنا ان شاء الله شكرا جزيلا لابداع السلي وشكرا للكباتن الكبار خالد الفضلي سمير عبد الرؤوف وايضا ابو عذبي كابتن ثامر عناد هذه المباريات التي رايناها في هذا اليوم النهائي للدور الثاني وبودنا ان نشاهد يعني مباراه تعكس عما رايناه في اللقاء الماضي امام يعني التسهيلات امام فريق الاهلي وهذا اللقاء الذي يجمع ما بين فريق فيتو وفريق الشلال يعني في هذه المباريات وهذا اللقاء الذي نتمنى ان يكون واحدا من اللقاءات المميزه واحدا من اللقاءات السريعه والنديه في اخر يوم هذه في هذا الدور الثاني ثم يعني سوف نبدا غدا في يوم جديد وفي فعاليات النصف النهائي من هذه البطولة من الربع النهائي من هذه البطولة لمستويات مغايرة بلقاء يعني وبلقاءات كثيرة كما نتابع اللقاء فيتو أمام فريق الشلال فريق فيتو وفريق الشلال في هذا اللقاء فيتو في اللباس الأبيض على يسار السادة المشاهدين فريق الشلال باللباس الزهري الواضح على يمين فريق الشلال كما نتابع شلال الذي فاز على فريق نواف العتيبي بثلاثة مقابل اثنين وفيتو الذي فاز على فريق الرحال بهدف مقابل لا شيء الشلال باللباس الزهري كما قلنا في حراسة المرمى كارلوس مارونا محترف البرازيلي أحمد معرفي عبد العزيز أدريس محمد السرهيد عبد العزيز المنصور شملان الحساوي عبد الحميد الصانع وأيضا محترف البرازيلي ايدر فيتو في ايضا كما نلاحظ وكما نشاهد طارق محمد في حراسه المرمى محمد القويفلي محمود الغريب مهدي حسين محمد البناي جاسم المريشد وكما نتابع يعني هذا اللقاء بعكس ما يعني نرى اتمنى ان نرى مستوى مميز ولا نشاهد الأهداف الكثيرة التي تعكس حقيقة مستوى المباريات ومستوى اللقاءات وهنا متابعة لفريق فيتو ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب غدا بحول الله تعالى لقاء الشيخ طلال محمد أمام نظارات حسن واحدة من أبرز المباريات غدا في الدور الـ أيضا الربع نهائي فريق الشهيد فهد الأحمد مع فريق العصفور وأبرز اللقاءات أيضا الكلية الأسترالية مع فريق بنك الكويت الصناعي غدا بدأت يعني في مباراة الغد تشهد مباراة مغايرة محترفين مستوى مميز ندية سرعة إثارة
وهذا الشيء اللي نتمناه حقيقة، أن نشاهد مباراة أكثر ندية لكي نستمتع ونشاهد ونعلق على هذه المباريات التي تكون فيها ندية وفيها سرعة وفيها يعني منافسة في بطولة الحساوي 17. الكرة منقولة مقطوع لفريق فيتو، إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لصالح فريق فيتو، فريق الشلال وفريق فيتو. وهنا الهدف الأول، الهدف الأول لفريق فيتو، فريق فيتو محمد البناي الذي يسجل الهدف الأول. لاحظ التسديدة من حمود الغريب والمتابعة، والهدف الأول لمحمد البناي في الدقيقة الرابعة من شوط المباراة الأول. كرة منقولة وسط الملعب لمهدي حسين إلى جاسم مرشد، محمد البناي، محمد القويفلي، حاول ولكن إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كما نتابع، حاول لفريق الشلال مقطوعة، فريق فيتو أفضل حتى هذه اللحظات، والتسديدة من اللاعب محمد البناي. محمد البناي صاحب الهدف الوحيد لفريق فيتو حتى هذه اللحظات. خطأ لصالح فريق الشلال، محمد الشرهيد والتسديدة ولكن بجانب القائم الأيمن، تسديدة من اللاعب إيدر البرازيلي. كرة منقولة حارس فريق الشلال كارلوس مارونا، هنا التسديدة، إيق فيتو هذا الحارس البرازيلي كارلوس مارونا. حارس مرمى فريق الشلال هو المحترف البرازيلي كارلوس مارونا. هنا اللاعب عبد العزيز المنصور وسط الملعب الآن، كرة منقولة حاول في الطرف الأيمن، تسديدة ولكن إلى خارج أرض الملعب. حارس المرمى كرة منقولة، فيتو يحاول للوصول للمرة الثانية على الحارس كارلوس مارونا، يكسب خطأ، يكسب خطأ محمد حمود الغريب لاعب فريق فيتو. حكم اللقاء فاضل بوفتين وبدر النزال. كما نتابع، إذا استمر فريق فيتو بهذه الوضعية
سوف يسجل الثاني، لكن على فريق الشلال ترتيب صفوف